وطهارته الغر الملائكه
أيها المسلمون، أيها المصلون، لقد من الله رب العالمين على الأمة الإسلامية أن ترى لها الصيام في شهر رمضان المبارك، شهر القرآن الكريم، وذلك ليتقربوا إلى الله العلي القدير في هذا الشهر الفضيل أكثر وأكثر، ولينالوا الثواب العظيم الذي لا يعلم مقداره إلا الله عز وجل. ولو أن المسلم يدرك ما في هذا الشهر من الفضائل والميزات والخيرات والحسنات لتمنى أن تكون السنة كلها رمضان. أيها المسلمون، أيها المصلون، ها أنتم ودعتم شهر رمضان المبارك الذي مر سريعا ولا ندري هل ندرك رمضان في العام القادم أم لا. فالله رب العالمين هو المسير للأكوان وهو مرسل الأمراض، وعليه ينبغي على المسلمين الاستمرار بالعبادات ما بعد رمضان، فإن رب رمضان هو رب الأموال، وينبغي أيضا الاستمرار في إعمار بيوت الله وبخاصة بكبد الرحال إلى الأقصى المبارك في جميع الأيام والأوقات وعلى مدار السنوات حتى يحكم الناس بالكتاب. أيها المسلمون، أيها المصلون، لقد تولى التكافل الاجتماعي في أبهى صوره الإيمانية خلال شهر رمضان المبارك في فلسطين، كل فلسطين، وبهذه المناسبة نحيي المؤسسات والجمعيات واللجان التي ساهمت في هذا التكافل في أرجاء فلسطين بما في ذلك إصلاح الغزة الناجية، ونأمل من هذه المؤسسات أن تضع برنامجا تنسيقيا في السنوات القادمة. ومن على منبر المسجد الأقصى المبارك نطالب جميع المواطنين بضرورة التكافل والتعاون والتعاون في جميع الأيام وليس في شهر رمضان العظيم، فالتكافل الاجتماعي هو من مقاصد الشريعة الإسلامية الأخرى، وذلك حتى نتمكن من كشف الإطار الظالم الحاضر الإنساني المفروض على الشعب الفلسطيني. نعم، لا بد من كشف الإطار على غزة العدة، وكذلك الإطار على مدينة القدس، فإن هذه الإطارات الظالمة هي إطارات متعددة، فالإطار ليس مضروبا على غزة فحسب، هو أيضا مضروب على مدينة القدس، فيمنع عنها المساعدات والاستثمارات كما انها محرمه بالطرق الديبلوماسيه وبالحوادث العسكريه وبالمطارات. ايها المسلمون، ايها المصلون، يا ابناء ارض الاحسان والمعراج، ليكن رسولنا الاعظم محمد صلى الله عليه وسلم قدوتنا في التعاون والثبات على المبدا، حيث افضل عليه الصلاه والسلام هو واصحابه رضي الله عنهم في شعر من
أيها المسلمون، أيها المطلوب يا أخوة الإيمان في كل مكان، كما واجه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم خطاب آخر من نوع آخر في المدينة المنورة، إنه خطاب اقتصادي، حين حاول المنافقون منع المساعدة عن المسلمين، وذلك حتى يرفضوا وحتى يبتعدوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول عز وجل عن المنافقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، انهم يحرضون المسلمين على عدم الانفاق، على بعضهم بعضا حتى ينفض الفقراء والمهاجرون عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. فيجيبهم سبحانه وتعالى بقوله: ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون. ايها المسلمون، ايها المطالبون يا اخوه الايمان في كل مكان، والسؤال الذي يقع نفسه: كيف عاد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم مشكلة الإيقاع والمقاطعة والتجويع التي حاول المنافقون تنفيذها في المدينة المنورة؟ نعم، إنها الأخوة الإيمانية بين المهاجرين والأنصار، إنها الوحدة المتينة الصلبة في مواجهة المعارضات، إنها المغامرة الجديدة التي حققها عليه الصلاة والسلام على أرض الواقع في المدينة المنورة، ثم انطلقت إلى أرجاء الجزيرة العربية بنور الإيمان والإسلام. أما المنافقون فلا يشركون ولا يفقهون بأن الله العلي القدير له خزائن السماوات والأرض وهو الرزاق ذو القوة المتين. أما المنافقون في هذه الأيام فهم المنافقون الذين يطلقون السلاح، بل في حقيقتهم هم يمتلكون نعم من القبيل العربي ومن قرارات الشعوب ضد الظلم والاستبداد والتبعيه والعداله. فان من مهام المنافقين وبطانه السوء من مهامهم الاصطياد بالماء العكر كعشرات الصحر، فأينهم أينهم الذين صفقوا للرئيس الأمريكي في مجلس الشعب المصري؟ أين لهم؟ أيها المسلمون، أيها المراقبون يا أخوة الإيمان في كل مكان، يقول رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة فطفقها، لم تطعمها ولم تدعها تأكل من وجاء الأرض، وفي رواية حبستها. فكيف فيمن يحرص ويحافظ مليونا ونصف المليون من البشر؟ فأين نحوة ومنتصر لترفع اللقاء عن قطاع غزة وعن الشعب الفلسطيني؟ أين نحوة ومنتصر لإطلاق سراح الأسرى المعتقلين؟
لقد وصل الساعي اولئك الذين يتخلون عن نصره المسلمين بقوله ربى وارتقناهم خطرا من افواه القضايا بالدم لا مست ادفاعهم لكنها لم تلامس نهوه المعتصم لا ينام الدين في عنوانه هي الراعي عدوا لنا فاين المصلحون واين الدعاء واين المراقبون ودين الاسلام العظيم يدعونا الى عقبه الصف والى التضامن ويدعونا الى نصره المظلوم والى الحفاظ على حقوق الضعيف والمسكين واليتيم والله سبحانه وتعالى يقول ان ينصركم الله فلا غالب وان يعذبكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل ويقول سبحانه وتعالى في سورتهم وكان حقا علينا نصر المؤمنين ويقول عز وجل في سورة محمد يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويدفع أقدامكم صدق الله العظيم فهل من مدكر وهل من مفعل جاء في الحديث النبوي الشريف التائب من الذنب كما لا أنت اذكر الله وأنتم مسلمون إياه أيها المعلمون أيتها المعلمات فإن
قواعدكم للعمل الجاد والمستمر فيه، وحيوا أسماءكم للتحضير والرقم، فعليكم يعول أمر التعليم، فأنتم بمثابة العروض الفطري للعملية التعليمية والتربوية، ويمكنكم أن تتصرفوا بالإذهان والشرف بالطريقة المناسبة والمفيدة. فالمدرس له دور فعال في تربية الطلاب في الدراسة وتوجيههم التوجيه السليم. فالمدرس الناجح هو الذي يكون محبا لمهنة التعليم محترما إياها. أيها المعلم، أنت طبق من نور، طبق من رسالة الأنبياء والمرسلين، فيك فوق العظماء وحنكة القياديين. لقد أوزعناك فلنا في أكتافنا، فكن لهم القدوة الصالحة، ولا تمرن بك ساعة ولا تمرن بك ساعة إلا وأنت مغتنم فائدة تفيدها في الواقع. أيها المعلم، عليك أن تعامل الطلاب معاملة حسنة، وأن تبدا لهم المحبة والعقل، ليطالبوك بالاحترام والطاعة وبالجد والاجتهاد، وأن تعوف أيها المعلم عن الشكوى أمام الطلاب، فإن الشكوى تحطم روح العمل والإبداع وتفقد احترام الطلاب لك، ولا تظهر انتعاشك أمامهم، لأن الطالب يتأثر بتأثر معلم. ولا تيأس ولا تيأس أيها المعلم من إطلاع الطلاب وتقديمهم مهما عظم المدى وانبلاك الأمور. والله سبحانه وتعالى يقول: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. أيها الآباء، أيتها الأمهات، أما أنتم لا تظنوا أنكم معقولون من المسؤولية تجاه أولادكم وبناتكم، فلا تلقوا بالمسؤولية الكاملة على المدرسين وحدهم، فالمسؤولية كفاية، ولا بد من التعاون الوثيق بين البيت والمدرسة، ويتوجب على الأمهات والآباء. أقول الأمهات قبل الآباء أن يسألوا عن أولادهم بالصلاح والمدى، وتذكروا قول رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام الذي على الناس راعي وهو مسؤول عن رعيته، والرسول راعي على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم. أيها المصطفون، الساعة ساعة الكتابة فأمنوا بذلك. اللهم آمنا في أوطاننا وفرج الكرب عنا، اللهم أعز الاستقرار في كل سلوك، اللهم يا الله يا عزيز يا جبار يا منتصر، انتقل لنا من الظالمين المستبدين الشفاحين، اللهم يا الله.
اللهم ربها الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والدرجة العالية الرفيعة يبعث الله المقام المحمود الذي وعد أنك لا تنقص الميعاد استقيموا إلى الصلاة. سووا صفوفكم وسدوا الفرج. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الله أكبر. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. شو عنا؟ شو أكبر؟ بس أنا مش شوي تعبان.